السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صناعة المباني أو صناعة العمارة أو صناعة الإنشاءات حصل فيها تطور كبير جدا، يعني التكنولوجيا بدأ يبقى فيها تطور كبير، بداية من الأوتوكاد والبيم والبرامج الحديثة والتكنولوجيا الحديثة، وده أدى لربطها بالأوجمانتد رياليتي والفيرشوال رياليتي وإنترنت الأشياء والطباعة والحاجات دي كلها. بس ما حصلش تطور في البناء المحلي او البناء التقليدي، يعني الناس اللي هي بتبني بالطوب الني او بتبني بالمواد الخام او بتبني بالخشب، كل الحاجات دي مش هتلاقي ليها بلوكات او فاملي او جوه البرامج دي، او هتلاقي استخدام مش حقيقي، او انت بتضطر ان انت تبدأ حاجة. على سبيل المثال لو انت دخلت على البرامج بتاعت البيم هتلاقي اهتمام كتير جدا بال الكيرتن وول. الكيرتن وول احنا ممكن نعمل كورس كبير جدا في شرح الكيرتن وول في البرامج ديت، لكن الناس اللي هي في الاماكن الحاره او في الاماكن الريفيه او مفيش حاجه في البرامج دي تخليك ان انت تبني بالطين او بالطين مع العشب او مع قشر الرز، او كل الحاجات دي مش موجوده، فدي لازم نفكر فيها. ما فيش اصلا فاميلي بالكميه الكافيه للحاجات العربيه او الاسلاميه او مش موجوده، ففي يعني تحدي موجود عشان نلائم التكنولوجيا دي مع المباني العربيه. ومش بس المباني العربيه، المواد الصديقه للبيئه مش هتلاقي لها اعدادات في الماتيريال اللي موجوده، محتاجين ان احنا نشتغل عليها. يعني هتلاقي حاجات خاصه بالزجاج وحاجات خاصه بالحديد والميتال، يعني كل الحاجات اللي هي مش هتلاقي حاجه صديقه للبيئه متعرفه بشكل حلو وفيها الخيارات المناسبه وفيها الدراسات الكافيه لحاجات زي كده. يعني مش هتلاقي حاجات خاصه بالمناطق الريفيه، هتيجي تدور على الماتيريال الموجوده مش هتلاقيها، محتاجين ان احنا نبدا نعمل دراسات بحيث ان احنا ناخد البيانات ونبدا ان احنا ندخلها. لو احنا عايزين نعمل تحليل انشائي او تحليل لاي حاجه مش هتلاقي الداتا اللي موجوده، يعني الحاجات المحليه مش موجوده، هو مركز على الحاجات اللي هتلاقيها في مدن امريكا. فمحتاجين ان احنا نبدا ان احنا ناخد الحاجات دي ونبدا ان احنا نطورها ونعمل تمبليت جاهز للمباني اللي موجوده. فده دور الجامعات المعمارية أو الجهات العلمية لحاجة زي كده، يجهزوا لنا تمبليت نقدر نشتغل بيه في الأركيكاد في الريفت بكل الداتا المناسبة. لازم ناس تبدأ تتخصص في حاجة زي كده، اللي بيدوروا على أفكار لرسائل الماجستير والدكتوراه يبدأ يشوف، بحس إن احنا لو عايزين نعمل ندرس أو نقلل التأثير البيئي في البناء ونسد الفجوة الرقمية ونحافظ على الطرق البناء التقليدية مع ده جرب التكنولوجيا، نستفاد من التكنولوجيا، مش بننكر التكنولوجيا، لكن التكنولوجيا بتقول لك ابني بالكيرتن وول ممكن ما يكونش مناسب لينا، فلازم نبدا ندرس الموضوع دوت. مش بنقول ان كل المباني هتتبني بالطوب الني ده، لا، احنا عايزين يبقى موجود الاختيار والناس تبدا تختار، هل هو عايز يبني ده ولا عايز يبني بالخشب ولا عايز يبني، ويبدا يديله دراسات للمباني الصديقه للبيئه. لان انت لما بتيجي تعمل مقارنات بتلاقي نفسك محصور بين الازاز وانواع تانية من الازاز والدبل جلاسز والميتال يعني طب انا عايز ابني بحاجة تانية تكون صديقة للبيئة او من البيئة اللي تحت انا، تمام. فنتمنى الناس تبدأ تدرس الموضوع ده بجدية بحيث ان تقدر تستخدم التكنولوجيا وال 3D برينتر طبعا ثلاثية الأبعاد في إن أنت تبني بالطوب الني، إن أنت تبني بالمواد الخام، تبني بالصخر، يعني تبني بالمكان بالمواد الخام اللي موجودة في المكان، مش مضطر إن أنت تمشي على الحاجات اللي موجودة في البرنامج بس. كده بقت يعني صناعة البرمجيات، البرمجات هي اللي بتجبرني أبني بإيه أو ما تبنيش بإيه. كده بقت عمارة البرمجيات، عمارة السوفت وير.